بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا بالنسبة لي نمثل النساء العارقات بالدولة الشقيقة موريتانيا. حنا كنعانوا بالك بالك بالك، فينا مرضى السكر، فينا واحدة من النساء اللي خاصتها الأنسولين، مرات وحنا على الأنسولين خاص تدقوا مرات، خاصنا فانيت السكر، الفضة وفاتنا، عندنا واحدين مع مولوطي اللي باغي فضته ياك سمعتوا، وبغينا حل من الفوق السفارة 4 مرات ولا 5 نجوها، قالت أنا عدت لي عليها. يعني امورها كامله واضحه، درج على ان منطرون ملفات عن مكاتب الوزاره، كنطالبوا المسؤولين المعنيين بالامر انهم يتحركوا من الرباط. الله يجازيكم، واللي شافنا واللي عرفنا واللي سمع بينا يتكلم بالنيابه عنا، الله يجازيكم بخير. احنا عالقين واولادنا يقراوا في مدرسه، خلينا ديارنا، فينا اللي زوجها خدام في الجيش، فيها اللي خدام في قوات مساعده، فيها اللي موظف، خلينا سمحنا في ديارنا، جينا ناخذوا غراض نهارين ثلاثه حتى سيمانه، صدقنا في شهر ضري هذا والسلام.